طب ليش وافقت نظهر إذا هلقد زهقان؟ لا إزاي زهقان؟ أنا عادي. ما هيدا هي المشكلة، إنه أنت عادي كل الوقت، عادي مش مبسوط ولا زعلان، مجرد عادي. إذا كان ما فيش حاجة مفرحاني ولا حاجة مزعلاني، عايزين أكون إيه غير إني عادي؟ فيك تكون مبسوط مثلاً إنه ضهرين أنا وأنت نتغدى، إنه فينا نحكي براحتنا ومش مضطرة كل شوي مغير لنانتي أو نايمة. الدرجة دي الخروجة دي ليها معنى ليكي؟ إيه؟ تتخيل؟ ليه حاسس إنك شايلة حاجة؟ يمكن لأنه مظبوط شايلة حاجة. خير في إيه؟ لا ما تخاف، ما في شيء كتير كبير، بس أنا كمان أوقات بحس بالزهق وبحس إنه بدي غير جو، وبلاقيك أنت مش مفكر فيها أبداً. ما بعرف إذا لأنه راضى بحياتك هيك أو لأنه رضاك مش معي ولا عنده. لا طبعاً، إزاي يعني؟ طب لكن ليش ما بتحاول تفكر بشي نعمله سوا؟ أنا مثلاً حابة كتير روح معك على التياترو، ولا مرة رحت له. أنا نفسي ما بقيتش أروح، السهر ما بقاش يستهويني زي الأول. طب يا ريت بتلاقي شيء يستهويك ونقدر نعمله سوا، كرمال يكون عنا نشاط مشترك. عندك حق، لازم نعمل كده.